حابب اكلم حضراتكم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو حسن الخاتمة. حسن الخاتمة دي بتبقى عند الانسان ان ربنا بيكرمه بعلامات معينة، كأنه بيموت على طاعة او بيموت وهو بيعمل حاجة كويسة، يعني صلاة مثلا وهو صايم، وممكن مثلا بيقرأ قرآن بيصلي. القصة اللي معايا النهاردة وحابب اقول لحضراتكم عليها، هي كان واحد عنده شركة سياحة دينية، فكان الراجل ده بيتعامل في الحج والعمرة في الشركة بتاعته، فكان جاله في المنام انه له جار مش بيصلي دينيا، يعني مش ملتزم دينيا. الراجل صاحب الشركة ده جاله اكتر من مرة في المنام انه ياخد جاره ده يعمل عمرة، فالراجل كان استغرب جدا للموضوع، فحب يسأل حد من اللي هم بيفسروا الأحلام أو كده. قال له عموما لو أنت جالك الموضوع ده تاني، حاول تاخد الراجل توديه يعمل عمرة، يمكن يكون فيه خير ليه وليك، يعني يكون خير ليك وانتوا الاثنين ان انت تاخد ثوابه يعني وكده، وان هو ربنا يهديه للصواب يعني وللطريق الصحيح يعني. الراجل ما كدبش خبر، فجاله فعلا المنام للمرة التانية، فراح قال للراجل اللي هو جاره اللي مش بيصلي ده، قال له انا عايز اخدك معايا تعمل عمرة. فالراجل استغرب، قال له ده انا اصلا مش بصلي، يعني ازاي هعمل عمرة، ثم ان انا اصلا معرفش العمرة ازاي او تتعمل ازاي او كده يعني. الراجل قال له انا هعلمك كل حاجة، وهعلمك تصلي ازاي، وهعلمك العمرة تبقى ازاي وكده يعني. المهم اخدوا الراجل وراحوا مكة، عملوا العمرة وعلم الراجل ده يعمل ايه ويتعامل ازاي ويصلي ازاي وكمان يعمل ايه في العمرة ويدعي يقول ايه وكده. وحصل بقى حاجة غريبة جدا، انه بعد ما خلص العمرة بتاعته وفي اخر يوم وهم خلاص بيجهزوا حالهم علشان يرجعوا يعني وكده، الراجل ده اللي هو صاحب شركة السياحة، فبيقول للراجل اللي هو اللي ما كانش بيصلي يعني وكده، احنا النهاردة اخر يوم وهنروح يعني وكده، فكانوا في الحرم. فقال له لو انت حابب تعمل حاجة معينة او انت محتاج حاجة يعني او كده. الراجل طلب منه طلب غريب جدا، وشوفوا حضراتكم لما بتكون حسن الخاتمة بتبقى الدنيا عاملة ازاي. قال له سيبني اصلي ركعتين خلف مقام سيدنا ابراهيم. طبعا الراجل كان علمه وعرفه الاماكن والحاجات وكده، فالراجل استغرب جدا وحس بحلاوة الايمان عند الراجل ده، وان هو ربنا هداه يعني وكده. المهم الراجل اللي ما كانش بيصلي حب يصلي ركعتين، فهو بيصلي في اخر الركعة التانية وهو ساجد ما قامش ومات. شوفوا بقى حسن الخاتمة عند البني آدم لما ربنا يكون كاتب له حسن الخاتمة. فالراجل ده استغرب جدا وقال أكيد في الأمر حاجة معينة يعني. وبعدين لما روح طلب من زوجته اللي هو صاحب الشركة انه يكلم زوجة الراجل اللي توفى ويستأذن ان هو يزورها علشان عايز يعرف في ايه. فالمهم راحوا ليها زيارة، فقال لها ايه الوضع بتاعه في حياته. قالت له والله هو كان معروف عنه ان هو مش بيصلي، كان جارة كبيرة في السن كان دايما يتولاها برعايته، والست الكبيرة دي كانت دائما 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 كل ما كان يروح يعمل لها خير وكان يساعدها وكان يودي لها الاكل والشرب وكده، كانت تدعي له دايما بحسن الخاتمة. فكانت دعوتها الاساسية ليه في حياتها انه ربنا يحسن خاتمته. شوفوا يا جماعة لما يكون ربنا راضي على البني ادم ويحسن خاتمته بوفاء بالشكل ده وبالوضع ده، ويبقى اخر حاجة ليه الصلاة وفي الحرم وفي مكان زي كده، بندعو ربنا لينا جميعا بحسن الخاتمة، وان شاء الله يكون لنا لقاء قريبا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.